في إصابة بالأمراض ونزلات البرد، وإحنا هون نتحدث عن كيف نقوي هذا جهاز المناعة لحتى هو يكون منيع ضد التصدي كل من ضد هالفيروسات. وأنا عندي أسئلة كتير لأني مش عارفة أطيب هاي الشتوية، فخلينا نستغل الله يسلمك نستغل وجود طوقة كمان معنا أخصائية تغذية. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الخير إليكم. طوقة، إذا نحكي بشكل عام عن جهاز المناعة وتقويته، نتحدث عن طول السنة، ولكن في فصل الشتاء رح يكون في خصوصية نوعا ما بسبب تقلبات الطقس، فبدنا نحكي بشكل عام كيف ممكن نقوي جهاز المناعة. هلأ بشكل عام الواحد عشان يكون عنده جهاز مناعة قوي لازم يكون متحكم ومسيطر على أربع أمور في حياته. بده يكون مسيطر على نومه، انه عم ياخذ على ياخذ نوم كافي من 7 إلى 8 ساعات، انه عم مسيطر على القلق ومبتعد عن اي شيء بيوتره، وكمان عم بيمارس الرياضه، وكمان التغذيه السليمه واللي هي هذه بيكون تركيزنا فيها. يعني نوعا ما نظام حياه صحي ممكن يكون المفتاح الاول لحتى احنا نحمي جسمنا من الامراض. بالضبط. وكمان احنا داخلين على سنه جديده، فانه نيو ريزولوشن، وانه انا بدي اكون بدي ابدا في نمط صحي، فانه هذا ممكن يساعدنا عشان انه احنا نقوي جهاز المناعه. صحيح. لو نبدا بعادات صحيه، وخلينا ندخل هون ايضا بالغذاء بشكل خاص يلي له علاقه بشكل اساسي بتكوين تكون جهازي المناعي، وهون كمان نحدث عن العلاقه بين الجهاز المناعي والجهاز الهضمي واهميه انه يكون الجسم متحافظ على صحه اجهزته بشكل عام لحتى هو يكون حصين ومنيع ضد كل هالفيروسات. هلا احنا يعني بفصل الشتاء بيجينا فصل، يعني هو فصل قاسي، خلينا نحكي مش قاسي كثير، لانه هو بيجيب لنا ايش احنا وسائل الدفاع اللي احنا نحارب فيها المرض، لانه زي ما حكيتي نزلات البرد، الانفلونزا، الرشح، كل هاي بتنتشر في بهذا الفصل. ووسائل الدفاع اللي بحكي عنها اللي هو انه انت لما تدخلي على الخضرجي يعني بهذا الفصل ايش بتلاقي اكثر شيء؟ برتقان، كرمنتينا، الخضار الورقيه بيكون موسمها يعني هلا يعني اكثر من غيره، الزهرة البلدية، الملفوف، هاي الأشياء اللي هي غنية بالفيتامينات وأنا لازم أركز عليها وهي أوريدي موجودة عندي يعني في هذا الوقت.